يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية. العظمى في القاهرة 13-20، الإسكندرية 15-20، مطروح 14-21، بورسعيد 16-22، الإسماعيلية 13-21، السويس 14-22، العريش 15-21، طابة 14-22، شرم الشيخ 17-24، الغردقة 16-25، الأقصر 12-24، أسوان 13-23، الوادي الجديد 10-24، شلاتين 18-26، حلايب 19-25. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.